ايش بتسوي؟ ليش؟ ايش في جدة؟ لا معي. ايوه نبغى نروح جنجل لاند. شكله مرة رحيل. شوف الفيديو. بمناسبة فعاليات موسم الحج ب 65 ريال فقط تلعب كل الالعاب وتدخل السيرك العالمي كمان. اول مكان تحسن وتطور كثير من السنوات الماضية، في اكثر من 30 لعبة مختلفة وفريدة من نوعها، والسيرك العالمي فيه فقرات مختلفة وعروض السحر وخدع بصرية وهو مجانا لزوار جنجل لاند. انس، إيمان، يوسف، فينكم؟ رايحين جنجل لاند مع سارة. هاي تعالوا. One day I'm gonna buy a cruise ship. تقول يوم من الأيام راح أشتري بوت زي كذا، إن شاء الله ليش لا؟ I didn't say boat like that. Ah, because the cruise, الكبير هذاك مرة. مرة حلو عنديكم تيم شو بين البحر والمارينا. هذه مدرسة بنات، مدرسة قديمة فتحت 1885، من أشهر المدارس في بريطانيا. صراحة المشي هنا روعة، جنب البحر والمارينا، وبنشوف كثير ناس بيصيدوا. وقرروا يسووا نزهة في البيت، حديقة البيت. حلو؟ رايحين الحديقة اللي جنب بيتنا، شوفوا عندنا قنابل موية. جاهزين؟ ايوه. عندنا مكان مخصص للسكيت هناك كمان. ايش هذا؟ تبي لطيحي؟ يمديهم يمشوا على هذه الشجرة هنا، بعض الأدوات الرياضية. يوسف مو كذا تلعب رياضة، مو كذا تستخدم هذا الجهاز. إيمان أعلى شوية يا أنس، ولا أنت اثنين نفس الشيء؟ أنس بيسوي مقلب في يوسف، اشترى هذا لسه يوسف ما شافه. ها؟ كيف عرفت؟ أب أب مراد يشتغل مع يوسف. يقول العب معي. أوكي يلا كلنا بنلعب. أوه ماي جاد، إيش بيصير هنا؟ اليوم طلعنا بدري، حنقضي طول اليوم في الخارج، حنأخذ باص الحين. إحنا فوق الباص قدام جالسين. تعرف تدفعي لحالك؟ لا لا لسه ما مسحتها، لسه ما مسحتها. شوف ما زعلان عشان حطيت فلتر عليها وهي ما هي داري لما قاعد ننزل فلوج جديد. تعالي إيمان. لا والله من جد تعالي. لا تعالي ارجعي تعالي. سألتي اشيله من السناب شات؟ لا لازم نعطيه رشوه حتى يجلس على العربيه. خيرنا اشتري جزمة المدرسة. ورينا بابا. اوه هذه حقتك ما شاء الله حلوة، نايك. اوكي انتي. اوه شاني، هذا مو بزيادة شاني للمدرسة ملمعة؟ لا في نور كمان. انا سبغى اشتري هذا ليوسف حتى يكونوا مطقمين هو يوسف. ماما they fit nice. احد متابعينا من السعودية لسه ما بدأت المدارس. هذه مقلمية شوفوا، تضغط الزر هنا على حاسبة. هلا الاقلام. ايش تبغي تشتري ايمان؟ ام اي جوينت باي. اوف شاي. اي لاف يو. يقول بابا هذا حلو عليك. لا بالعكس ما عجبني. ايمان شوف الحركات اللي بيسويها هذا الرجال. بسم الله. واو حلو. ايش رايك؟
فنان. مع انه قاعد يسوي حركات رهيبه، ما في احد بيصور ولا احد اعطاله وجه، بس انا اللي واقف هنا قاعد اصور كانه شيء طبيعي بيصير. ضربه. لقيت العاب كثيره هنا مناسبه للتحديات، ان شاء الله باخذها معي السعوديه. حاولوا ياخذوا صوره جماعيه هنا لحالهم، لكن صعب مره، ما في حل كثير. خساره، يوسف ما كان بيطالع. جينا لهذا المكان المخصص للحلا، عندهم ايس كريم ووافلز وكريب. شوف الحلا اللي حناكله. هذا محل مميز، تصنع العطر بنفسكم، انتوا تختاروا ايش تحطوا فيه، تختاروا الزجاجه وتختاروا الريحه. One, two, three.